تلبس ايه لو انت وزنك زيادة؟ انا هحلها لك واجيب لك من الاخر من غير حوارات كتير. لا، انا اقول لك على شوية طرق هتغير شكلك للاحسن اكيد، وغدا من غير كلام كتير نخش في التفاصيل. بس انت قبل ما نبتدي، وانت مش مشترك في القناة اشترك في القناة. القناة هنا بتهتم بالفاشن بالفيتنس بالهيلثي فود. اول حاجة معانا، لو انت عندك جناب ازاي تداريها؟ الفكرة هنا في البنطلون، وخاصة وسط البنطلون، لان في كذا وسط البنطلون. في الوسط اللي هو القصير وده ما انصحكش بيه، وفي الوسط اللي هو على مقاسك بالظبط وده بلاش، وفي الوسط العالي وده اللي انت هتجيبه، ده اللي انت هتلبسه، لان ده اللي هيشد الجناب وهيخليها مش باينه. تاني حاجه بالنسبه لتلبيس البنطلون، اوعى اوعى تلبس البنطلون ماسك عليك، اوعى. حاول تجيب بناطيل واسع عليك من فوق ومن تحت، ما تكونش من فوق ضيقه ومن تحت واسعه، حاول تجيبها كلها واسعه. تحاول ما تكونش عليك واسع اوفر عشان ما تبينكش اكبر من حجمك. وانا افضل لو انت هتشتري تشتري بناطيل تشينو احسن من الجينز، لان الجينز بيمسك عليك لكن تشينو فضفاض اكتر. تاني حاجة انك تاخد في اعتبارك انك تلبس اكتر من طبقة. لو هتلبس قميص البس فيه بوكليت، لو هتلبس هودي البس فيه جاكيت جينز. طب ده هيفيدك بايه؟ ده مش هيبين تضاريس جسمك وهيلم جسمك اكتر. تالت حاجة بالنسبة للالوان، حاول تبعد الوان الفاتحة وخليك في الالوان الغامقة، لان يعني الالوان الغامقة بتداري الجسم اكتر. انا عارف ان ما ينفعش حد يحتكر عليك ويقول لك ما تلبسش الوان فاتحة والبس الوان غامقة، بس ده مؤقتا لحد ما تظبط جسمك. انا عارف ان الموضوع صعب، بس الموضوع يستاهل انك تتعب عشانه. بس كل المطلوب منك انك تظبط اكلك، انك تتمرن كويس، وانك تستمر. اهم حاجه الاستمراريه. هقول لك على تريكات هبينك ارفع ما اعتقدش ان حد قالك عليها. يعني مثلا لما تشتري اي شوز، حاول تشتري الشوز يكون كعبه عالي، ده هيبينك اطول فبالتالي هيقلل من عرض جسمك. يعني مثلا قص شعرك، حاول النص اللي فوق يكون اطول من الجنبين، دوت هيداري شويه من دهون وشك. وطبعا لو عندك دقن فاكيد سيبها، دوت هيرفع من وشك فبالتالي هيبان حجمك اقل. واخر حاجه معانا هو نصك اللي فوق، لازم لازم تلبس اندر تي شيرت. واكيد انا مش قصدي تيشيرت الحمالات، انا قصدي تلبس اندر تي شيرت عادي اللي هو النص، بس يستحسن تجيب السبعه عشان ما يبانش من تحت القميص. واخر حاجه اقولها لك، لما تحب تشتري اي لبس بلاش تلبس لبس ماسك عليك، حاول تلبس لبس واسع عليك سيكا. في النهاية اتمنى الفيديو يكون فادك وعجبك. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، ومش مشترك اعمل لايك للفيديو عجبك، اعمل ديسلايك للفيديو عجبك، انزل في الكومنت تقدر في الفيديو. سلام.